وردة النهاردة هنرسم الباترون بتاعها زي مثلث كده بالشكل ده، وهبدأ استخدم غرزة القسط اوني ستيتش. همني المثلث من جوه، هوريكم دلوقتي ازاي بغرزة القسط اون بنطلع كده من فوق. وبننزل بسن الإبرة من النقطة اللي قصادها، وبنطلع من نفس الفتحة اللي احنا دخلنا منها، وبعد كده ببدأ ألف عدد مرات على حسب طول الغرزة اللي احنا محتاجينها. بس هستخدم غرزة كاست اون بس اللي هي الدبل، شبيهة للدبل. احنا كنا لما شرحت لكم في فيديو غرز ثلاث انواع لغرز الكاست اون، كان في غرزة دبل بس الفرق كنا بنستخدم خيطين وبنبدأ نلف ناحية خيط وناحية خيط. الفرق بس انها دي شبه الدبل بس هيبقى خيط واحد. مرة هنلفها على الصابع بتاع الايد اليمين بالطريقة دي ونشد الخيط، والناحية التانية، وبعد كده المرة التانية هنلف على الايد الصابع الايد الشمال، بعد كده هنلف على الايد اليمين كده ونشد، وبعد كده الايد الشمال. يعني بنستخدم زي فكرة الغرزة الدبل كوست اون، بس الفرق اللي احنا معانا خيط واحد بس كده بالشكل ده. وهنكمل على كده لحد ما نخلص عدد المرات اللي احنا محتاجينها كده، مرة كده ومرة كده. كده بعد ما لفينا العدد المرات هنبدأ ننزل الخيط بإيد ونطلع الإبرة بالإيد التانية. كده شكلها نعمل واحدة تانية جنبها بعد ما نخلص المثلث خالص. ممكن لو حابين تسيبوا مسافة ما بينهم أو تخليهم لازقين في بعض على حسب ما انتوا حابين شكل الوردة ايه كده اهو، او عايزين تكتروا في الغرز تقللوا حسب ما انتوا حابين. كده شكل الوردة ناقص بقى هنعمل غرزة عادية جدا كاست اون ستيتش من الجناب عشان نقفل الوردة. هستخدم لون مختلف بس هستخدم 6 فتل مجوز، وهطلع كده بالإبرة، وبعد كده باجي من تحت واطلع من نفس الفتحة كده.
وابدأ عادي اعمل غرزة عادية قسط قم، هلف عدد المرات حسب الطول. هتبقى غرزة طويلة فانتوا تقدروا ان انتوا تثبتوها عشان ما تتحركش، تثبتوها من النص كده. دلوقتي هنلف عدد مرات، بنشد الابره كده بالراحه والخيط ونبدا اللي احنا نثبتها. خلاص وهبدا اثبتها. حابين تثبتوها من النص براحتكم، هنزب الخيط كده وهعمل برضو في الجنب ده نفس الغرزه.